بسم الله الرحمن الرحيم على عباد الذين اصطفى ربنا علمنا كيف نحبك حبا مطلقا بالقدر الذي قسمته لنا امين يا عظيم. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورضوان ولا عدوان الا على الاشرار. قل رب ايه 67 من سوره الاسراء. إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم برحمتي وإنيتي وقربي منكم إلى البر أعرضتم. يعني شوف الخيار إلا كنت أنا دائما مكسر لديو كنت واو وأنا أخذ هذه المرة وسنكون مؤمنين نكون مخلصين نكون طائعين يا كلاب يا منافقين انا راضيكم في الاحزاب عبر التاريخ. وين يجي يزد تاع ملقات الموت او مجابهة الموت. لهذا حتى فرعون قال اني امنت بما امنت به بنو اسرائيل. وينو فاتك الموت قضي عليك. ولو نجاك الله ببدنك لتكون عبرة لمن خبط. ولكن انت مسيرك انت كنت سبيت لانك استكبرت وقلت لغيرك كبير مصر تقول انا ربك الاعلى فصدقوا. وكانوا عيون على حساب الصالحين من بني اسرائيل. وهذه العيون العظمى للكلاب المصريين بالاحسن حاشا المؤمنين فيها والمؤمنات. لكن الله نعود ان شاء الله تعالى.